ولذلك حقا كما قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. فقه حتى في تطبيق النصوص. كثير ناس عندنا النصوص موجودة، القرآن هذا بين يدي الناس، والسنة بين يدي الناس، واليوم إلكترونيات تجمع الأحاديث كلها، تدعس على زر تطلع كل حديث في أي موضوع تريده. لكن كيف يفهم الحديث وكيف يفهم النص ويطبق؟ هل هو على مراد الله ورسوله ولا على الهوى؟ حتى يقول بعضهم واضح، بعد ما يحتاج، بعضهم يقول واضح، أصلا ما في داعي أقرأ لا تفاسير ولا شراح ولا فقهاء ولا مذاهب، واضح الحمد لله نقرأ ونفهم. وهذا من تلبيس الشيطان. إبليس ما ترك أحدا، من عجز عنه في الشهوات دخل عليه في الشبهات، ومن عجز عنه في التفريط دخل عليه في الغلو. أي نعم، حتى ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أن رجلا أراد أن يختبر إيمانه، فأتى بالصبي أمرد وخلى به، فما زالت يتراود نفسه حتى وقع بالفاحش، فأراد أن يتوب توبة نصوحة. ماذا يفعل؟ قرأ كتاب الله، بدأ بسورة البقرة، فقرأ قول الله عز وجل: فتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم. قال هذا هو، هذا الحل. ربنا يقول القرآن هذا: فتوبوا إلى باركم ها فاقتلوا أنفسكم. فذهب وقتل نفسه. لماذا؟ عملا بقول الله عز وجل: فتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم. عجيب. فنسأل الله العافية. هذه آية من بني إسرائيل في حال من الحالات أمرهم الله عز وجل توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. ليس هذا لسنا مخاطبين بذلك، إن من أراد إذا أراد أحد أن يتوب يذهب ويقتل نفسه، ولكن انظر كيف لبس الشيطان على هذا. وأمثاله كثير جدا، يعبدون الصالحين ويقولون توسل، ويحدثون في الدين ويقولون إيش يعني حرص على زيادة الطاعة فيحدثون في الدين، ويكفرون المسلمين ويقولون غير على الدين، ويغيرون المنكرات بمنكرات أكبر بكوارث. كل ذلك مما عبث به إبليس في الناس.